السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. ودائما سلسلة ديال الدروس ديال النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي، وبالضبط منهل النشاط العلمي. اليوم وصلت معكم للحصة الثامنة، مشروع تكنولوجي إنتاج السماد العضوي، بروجي تكنولوجيك لو كومبوستاج. كيفاش نسجو هاد السماد العضوي، كيفاش كيتنتج السماد العضوي والطريقه ديال الانتاج ديالو يدويا. فهم دونك في هاد الحصه ما عندناش تمارين، ما عندناش لي زيكزيرسيس اللي غادي نخرجوهم، ولكن عندنا دي كونسين، عندنا نصائح وعندنا طرق يدويه باش ننتجو السماد العضوي. كيفاش كيتنتج باش ناخذوا فكره كيفاش نرجعوا واحد التربه خصبه باستعمال السماد العضوي المنتج يدويا. فهم اذا الهدف من هاد الحصه هو التدرب على طريقة إنتاج سماد عضوي لتخصيب التربة باش نرجعو واحد التربة خصبة صالحة للزراعة. لوبجيكتيف سي سيكزيرسي على لا تكنيك دو كومبوستاج بور فيرتيليزي لو سول. كومبوستاج هي إنتاج السماد العضوي بور فار كوا، بور فيرتيليزي لو سول، باش كتولي تربة خصبة وصالحة للزراعة. دونك أولا أحضر الوسائل، دونك أولا إلا بغيت ننتج واحد السماد العضوي خصني يكون عندي الوسائل. دونك الوسائل اللي خصها تكون عندي، دونك كما كتشوف في الصوره كاين السماد العضوي هو هذا. دونك باش ننتجو شنو خصنا نديرو؟ عندنا الوسائل، مواد نباتيه خضراء رطبه، اوراق نباتيه مثلا كنجيبو الاوراق ديال الاشجار الى غير ذلك، عندنا سيقان خضراء، عندنا بقايا خضر وفواكه مثلا القشور ديال الخضر والفواكه كذلك، مواد نباتيه بنيه جافه، اوراق يابسه، اغصان ميته، تبن. دونك مواد نباتيه بنيه جافه هي ديك الاوراق اليابسه، يعني الاوراق الميته، وكذلك داك التبن. دونك هذاك حتى هو غادي نحتاجوه. صندوق خشبي بدون قعر، يعني غادي نجيب واحد الصندوق ما غاديش يكون عنده داك القعر، داكور. لوحات خشبيه دونك غادي نستعملوهم حتى هما. نشارات الخشب عينه من التربه، دونك نشارات الخشب، دونك الخشب داك النشارات ديالو حتى هما غنستعملوهم، وعينه من التربه يعني التربه اللي غادي نديروا عليها التجربه ديال السماد العضوي. وأنية بلاستيكية كبيرة، دونك واحد الصحن بلاستيكي كبير، هو بحال هكا، بحال هكا كما كتشوفوا هذا البانل. دونك إنجاز المشروع، أنتجوا السماد العضوي باتباع الخطوات التالية. كيفاش كننتجوا هذا السماد العضوي؟ باتباع هذه الخطوات. الخطوة الأولى، أعدوا المواد النباتية الخضراء الرطبة والبنية الجافة والصندوق الخشبي. كنجيب داك اللي قلنا داك المواد الخضراء وداك اليابسة وداك الصندوق الخشبي. ثانيا، أجزئوا المواد النباتية الخضراء إلى قطع صغيرة، دونك هذا داك الخضار وهذا كنقطعها قطع صغيرة جدا، وأضعها مع المواد النباتية البنية الجافة في إناء بلاستيكي، وكنجيب داك التيبن وداك الأوراق اليابسة وكنديرهم في داك الإناء البلاستيكي الكبير، في هذايا، في هذا البانيو اللي قلنا كنديرو هنايا الأوراق اليابسة والأوراق الخضراء كذلك، والبقايا ديال الخضر والفواكه مقطعين مزيان. ثالثا، أبلل الكل بالماء، كنجيب الماء وكنكبو عليهم. رابعا، أضيف نشارات الخشب، دونك كنزيد داك النشارات ديال الخشب والقليل من التربة وأخلط الكل. كنزيد داك النشرات ديال الخشب وكنزيد عليهم ماذا؟ كنزيد عليهم القليل من التربه، شويه ديال التراب، وكنخلط. خامسا، اضع الصندوق فوق اللوحات الخشبيه، كنجيب لوحات الخشبيه وكندير عليهم داك الصندوق في مكان ملائم واملاه بخليط المواد النباتيه المحضره، وديك الساعات كنزيد عليه داك المواد النباتيه المحضره. سادسا، كنغطي الخليط بغشاء بلاستيكي، ديك الساعات كنغطي داك الخليط بواحد الغشاء بلاستيكي، ولا اوراق ديال الشجره ديال الموز، بالضبط شجره الموز، شجره ديال البنان. سابعا، اضع غطاء فوق الصندوق لوقايه الخليط من المطر، وديك الساعات كنغطي داك الصندوق، هذا الصندوق هذا كنغطيه مزيان باش الى طاح الشتا ما كيهوتش في داك السماد. من بعد التتبع ديال المشروع، اتتبع المشروع وحافظوا على رطوبه الخليط في الصندوق برش القليل من الماء من حين لاخر. دونك مره كنمشي لداك الخليط وكنرش عليه شويه ديال الماء. النقطه المواليه هي الحفاظ على تهويه مناسبه للخليط بتقليبه مره كل اسبوع او اسبوعين. دونك هنايا باش نخليو هذا الخليط هذا مهوي مزيان، شنو خصنا نديرو؟ كل اسبوع او اسبوعين خصنا نحركو ونخلطو داك الخليط، داكور. بعد مرور شهرين ونصف تقريبا، من بعد شهرين ونص احصلوا على سماد عضوي ناضج وقابل للاستعمال. اذا من بعد داك 6 شهور ونص كنلقاو السماد العضوي ناضج
خارج وقابل للاستعمال، ممكن يستعملوه. ها هو في الصورة هذه كيستعمل داك السماد العضوي باش يخص بالتربة ويجعل داك النباتات أنها تنمو جيدا وأنها تعطيه محصول جيد. دكاغ، أتقاسم وأقوم المشروع. إذن أعرض منتوج المشروع على زملائي وأشرح لهم كيفية إنتاج السماد العضوي وأهمية استعماله لتخصيب التربة. إذن هذه من بعد ما ننتج وندير هذا المشروع هذه كنتقاسم مع أصحابي وكنقول لهم ها كيفاش كنديروا ننتجوا هذا السماد العضوي وشنو الأهمية ديالو في تخصيب التربة وجعلها صالحة للزراعة وكتعطي واحد المحصول زراعي مهم بزاف. دونك هادشي اللي كان في هذه الحصة، كنتمنى أنكم تكونوا كتفهموا معايا في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. ترقبوا في الحصة المقبلة إن شاء الله تمارين ديال الصفحة 31 و32 المتعلقة بأنشطة الدعم والتقويم. إذا ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.